السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس، درسنا لهذا اليوم العدسات أنواعها ومبدأ عملها. شرحنا يا سادس في الحصص السابقة عن انكسار الضوء وانكسار الضوء في المنشور وطريقة رؤية الأجسام بألوانها المختلفة. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن موضوع مهم جدا وأحدث اختلاف في موضوع تحسين عيوب الإبصار. موضوعنا لهذا اليوم العدسات، حيث استخدم العالم الحسن بن الهيثم، وسبق أن تحدثنا عن هذا العالم، بعض أنواع العدسات في تصحيح عيوب الإبصار. والآن ما هي العدسات؟ العدسة يا سادس هي جسم شفاف ذو تحدب أو تقعر في أحد سطحيها أو كليهما، وتصنع غالبا من الزجاج أو أي مادة شفافة أخرى. وللتوضيح أكثر يا مس، أشهر نوع على العدسات النظارات الطبية التي تستخدم في تصحيح الإبصار. والآن ما هي أنواع العدسات؟ تقسم العدسات حسب شكلها وطريقة استعمالها إلى نوعين، عدسة محدبة وعدسة مقعرة. وسنبدأ أولا بالعدسات المحدبة. بداية، ما هي العدسة المحدبة؟ العدسة المحدبة هي عدسة سميكة من الوسط ورقيقة من الأطراف، لذلك سميت بالمحدبة. إذن هي سميكة من الوسط، نتذكر إنها من الوسط بتيجي أسمك، من الأطراف بتيجي بشكلها رقيقة، عشان نميز يا سادس ما بينها وبين العدسات المقعرة. إذن كمان مرة، العدسة المحدبة بتكون سميكة من الوسط ورقيقة من الأطراف. طيب يا مس، هاي العدسة المحدبة كم شكل إلها؟ إلها ثلاثة أشكال: عدسة محدبة الوجهين كما هو مبين في الصورة أمامنا على اليمين، وعدسة محدبة مستوية، وعدسة محدبة مقعرة. للتوضيح أكثر يا سادس، خلينا نشوف الصورة الموضحة أمامنا. هلأ يا مس، محدبة مقعرة، كلمة محدبة يعني إنها هي طالعة شوي لبرا. شوف كيف من جهة طالعة لبرا، هاي اللي هي على الصورة الأولى، من شمالها طالعة لبرا، ومن الجهة الثانية من اليمين فايتة لجوا، إذن هي محدبة مقعرة. بينما الصورة اللي بالنص اللي اسمها محدبة مستوية، من الشمال طالعة لبرا وعلى الجهة الثانية على اليمين مستوية زي العمود، إذن هي محدبة مستوية. بالصورة الثالثة محدبة الوجهين، شو يعني محدبة الوجهين؟ يعني من الجهتين طالعة لبرا. إذن صفى عنا ثلاث أشكال للعدسات المحدبة: المحدبة المقعرة اللي هي من جهة طالعة لبرا ومن جهة داخلة لجوا، وعنا المحدبة المستوية اللي هي من جهة طالعة لبرا ومن الجهة الثانية مستوية قائمة، والشكل الثالث اللي هو المحدبة الوجهين اللي هو طالعة لبرا من الجهتين. والآن خلينا يا سادس نتعرف على خصائص العدسة المحدبة. من أهم خصائص العدسات المحدبة إنها بتجمع الضوء الساقط عليها، عشان هيك بنسمي العدسة المحدبة بالعدسة المجمعة، لأنها بتجمع الضوء. وهذا الشيء رح نلاحظه في الدرس القادم، درس صفات الأخيلة في العدسات. والآن ننتقل للخاصية الثانية، واللي هي إنه العدسة المحدبة بتكبر الأجسام، عشان هيك هي تعتبر مجهر بسيط. شو يعني مجهر يا سادس؟ يعني هي الأداة اللي بتمسكها وبتطلع من خلالها على الأشياء بتشوف حجمها أكبر. فأنت لو عندك بالبيت عدسة وأنت مش عارف شو نوعها، هي العدسة مقعرة ولا محدبة، أفضل طريقة إنك تميز ما بينهم إنك تمسك العدسة وتنظر من خلالها للأشياء. إذا حسيت إنه الإشي كبر من خلال العدسة فهي عدسة محدبة. إذن العدسة المحدبة بنسميها مجهر بسيط لأنها بتكبر الأجسام.
والخاصية الأخرى اللي بتتميز فيها العدسات المحدبة إنها بتكسر الأشعة المتوازية الساقطة عليها وبتركزها في نقطة واحدة، بتتسمى هاي النقطة البؤرة الحقيقية. هلأ هذا الحكي يا سادس أنتوا ما رح يعني تستوعبوه تمام إلا لما تشوفوه بعيونكم من خلال تجربة. هذا الكلام كلياته يؤجل للدرس القادم اللي هو صفات الأخيلة، بس المطلوب منا لليوم إن نكون عارفين إنه العدسة المحدبة عندها بؤرة حقيقية. ليش يعني بؤرة حقيقية؟ لأنها لما تسقط عليها الأشعة المتوازية، شو يعني متوازية؟ يعني أشعة تقريبا فوق بعض بس ما بيقطعوا بعض، هي لما يسقطوا عليها الأشعة بتكسرهم وبتجمعهم في نقطة واحدة اسمها البؤرة، زي ما هو أمامنا في الصورة. لاحظ يا مسمعي من الأعلى إلى الأسفل، الأشعة سقطت على العدسة المحدبة بشكل متوازي، فاللي صار إنه العدسة المحدبة كسرت هاي الأشعة وجمعتها في نقطة تسمى هاي النقطة البؤرة، والعدسة المحدبة يا مس بتتميز إنه بؤرتها حقيقية. وهلأ بعد ما عرفنا خصائص العدسات المحدبة رح ننتقل للنوع الثاني من العدسات وهي العدسات المقعرة. بداية خلينا نعرف شو يعني عدسة مقعرة أو كيف بيكون شكلها. العدسة المقعرة هي عدسة رقيقة من الوسط وسميكة من الأطراف. إذا نركز هون يا سادس منيح، مقعرة يعني عدسة رقيقة من الوسط عكس المحدبة اللي كانت سميكة من الوسط، والعدسة المقعرة بتكون سميكة من الأطراف. إذا كمان مرة خلينا نعرف شو يعني عدسة مقعرة، هي عدسة رقيقة من الوسط وسميكة من الأطراف. إحنا كنا نحكي عن العدسة المحدبة إنها طال على برا إلها حدبة، بينما المقعرة هي اللي بتكون داخلة لجوا، مقعرة يعني زي كأنها فايتة لجوا. طيب يا مس شو هي أشكال العدسة المقعرة؟ في عنا ثلاث أشكال للعدسات المقعرة. أول إشي اللي هي بتكون مقعرة الوجهين. شو يعني مقعرة الوجهين؟ يعني داخلة لجوا من الوجهين زي الصورة اللي على اليمين. طيب الشكل الثاني اللي هو مقعرة مستوية. شو يعني؟ يعني من جهة الصورة الثانية، ركزوا معي يا مس، من جهة الشمال داخلة لجوا ومن الجهة الثانية زي العمود قائمة مستوية، إذن سميناها مقعرة مستوية. بينما النوع الثالث اللي هي المقعرة المحدبة اللي أخذناها قبل شوي بالعدسات المحدبة، واللي هي عدسة مقعرة محدبة، من جهة طالعة لبرا محدبة ومن جهة أخرى داخلة لجوا يعني مقعرة، فبنسميها عدسة محدبة مقعرة أو مقعرة محدبة. والآن يا سادس خلينا نتعرف على خصائص هاي العدسة، العدسة المقعرة. تعمل العدسة المقعرة على تصغير صورة الأجسام وتفرق الأشعة الساقطة عليها، إذن على عكس العدسة المحدبة اللي هي تعتبر مجهر بسيط. العدسة المقعرة بتصغر الأجسام ما بتكبرها، وبرضه بتفرق الأشعة الساقطة عليها، بينما كانت العدسة المحدبة تجمع الأشعة الساقطة عليها. معناته في بؤرة للعدسة المقعرة ولا ما في؟ إذن لا يوجد بؤرة حقيقية للعدسة المقعرة. ليش؟ لأنها هي فرقت الأشعة ما جمعتهم، فما تجمعوا بنقطة عشان نسميها بؤرة، بنسمي بؤرة العدسة المقعرة بؤرة وهمية. إذن لا يوجد بؤرة حقيقية للعدسة المقعرة، إنما بؤرة وهمية. وبرضه يا سادس بنسمي العدسة المقعرة بالعدسة المفرقة. ليش يعني سميناها عدسة مفرقة؟ لأنه إحنا حكينا إنها بتفرق الأشعة الساقطة عليها، عشان هيك سميناها عدسة مفرقة. لاحظ الصورة اللي أمامك يا مس، نشوف كيف العدسة المقعرة فرقت الأشعة إلى اتجاهات مختلفة، فسميناها العدسة المفرقة. ولهون يا سادس بنكون أنهينا هذا الدرس. شاكرة لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.